السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة أنا طالب المشورة منكم وهقدم مقطعين مختلفين تماما. المشورة وهي عن بعد استطلاع رأي وبحث وتفكير طويل جدا، والهدف الرئيسي كمان في البداية أني كنت أقدم مش محتوى تعليمي، لا كنت حابب أقدم محتوى يعني حضراتكم تستمتعوا بمشاهدته، يعني يكون في شيء من الاحتراف، في شيء من الإبداع، في شيء من التطوير. محتوى عبارة عن تحديات في المسبح، من كتم نفس لمهارات سباحة لمهارات غوص حر. فكان السبب الرئيسي في تكوين قناة هو ده. ولو حضراتكم لاحظتوا هتلاقوا معظم الفيديوهات اللي كنت بنزلها أو بحملها ما كانش الهدف منها هو التعليم، لأن للأسف الشديد هو في فيديوهات تعليمية كبيرة وكتيرة جدا، بس للأسف ما عليهاش مشاهدات كبيرة. أنا كنت حابب أو الهدف الرئيسي عندي أني أنا أدي فرصة للمشاهد أنه يستمتع، لأني أنا بحكم أن أنا مدرب سباحة وغطاس حر وغطاس سكوبا، فأنا أقدر أن أنا أقدم لك الاستمتاع تحت المية في البحر، شعب الأسماك، الغوص الحر بالنفس واحد، نزول الأعماق، السباحة في المسبح أو الغوص الحر في المسبح. فكان الهدف الرئيسي عندي في تصوري أني دايما أقدم محتوى ترفيهي، يعني أنا عايزك تتفرج وتستمتع، ولو حابب تتعلم شيء أو حاجة معينة بعينها أنا ممكن أعمل لك سلسلة حلقات عنه. يعني أنا مش معترض أني أقدم محتوى تعليمي، بس بصراحة حابب أكون مختلف، حابب أديك ثلاث أنواع أربع أنواع من المشاهدات طول الوقت. عايز أعمل لك عنصر التغيير وعنصر التنوع عشان طول الوقت ما تزهقش، أنا عايزك تستمتع بالمشاهدة. أنا مش عايز منك حاجة غير أنك تستمتع بالمشاهدة وتقول لي رأيك بس. بسبب كده وبعد تفكير طويل قررت أن أنا أأجل المحتوى التعليمي وأتفرغ للمحتوى الترفيهي. حابب أسمع آراء حضراتكم وهقدم لكم إن شاء الله مقطعين. المقطع الأول وهو أسلوب أو شكل المعادلة ضغط المية والنزول لعمق 9 متر والصعود، والشكل الثاني أو المقطع الثاني وهو التحدي. التحدي عبارة عن ارتداء نظارة الغوص تحت المية وخروج المأمن. شوفوا المقطع وتفرجوا عليه، وما تنسوش تعليقاتكم وأراءكم لأن أنا مهتم بيها جدا. لو حضراتكم عايزيني استمر في المحتوى التعليمي انا ما عنديش اي مشكلة، ولو طالبين مني اقدم المحتوى التعليمي بالطلب واستمر في المحتوى الترفيهي والتحديات، فان شاء الله باذن الله هقدم لكم سلسلة حلقات كبيرة جدا، منها عروض للغوص الحر، تصوير في البحر الاحمر تحت المية، انواع السمك والشعب المرجانية، الغوص الحر وكتم النفس لأعماق كبيرة في البحر، الغوص الحر وكتم النفس في حمام السباحة، مهارات كبيرة جدا وتحديات كتيرة جدا في المسبح وتحديات كتيرة جدا في البحر. حابب أسمع أراءكم، أتمنى ما تبخلش برأيك، قول لي رأيك، وأنا إن شاء الله سعي وهدفي إني دايما أكون عند حسن ظني. اتفرجوا على المقطع وأتمنى لكم استمتعوا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.